اي نعم. يسأل يقول في بعض المطارات احيانا يكون فيها غرف للصلاة، يحطون اكثر من غرفة، غرفة لليهود، غرفة للنصارى، غرفة للمسلمين هكذا. طيب، فيقول احيانا يكون مجموعة ويصير نصلي في اكثر من غرفة، يعني اذا كانت الغرفة لا تكفينا، هو الذي يخشى ان غرف غير المسلمين يكون حاطين فيها صليب مثلا او فيها صور او ما شابه، ما ادري اليهود يحطون، لكن الشاهد من هذا اذا كان فيها اشياء منكره لا ينتظرون، كل مجموعه تصلي لوحدها. اما اذا ضاق عليهم الوقت وهم كثره ولا يستطيعون صلاه مكان اخر لا باس ان شاء الله تعالى، لا غير مقصود لذاته هنا.